السلام عليكم خوتي، بقيت جالس وبغيت نصاوب واحد الاكله من مطبخ الجيران اللي هو المطبخ الجزائري، اللي يعني مطبخ من تراث عريق وضارب في عمق التاريخ. بديت تنقلب وكنخرج باول اكله اللي هي الحسو، ماشي الحسو ولا الحسو ولكن الحسو. والاكله الثانيه اللي هي اللحم الجربوع في الخبزة، يعني خبزة معمرة باللحم ديال الجربوع، الجربوع اللي هو نوع من الفيران. المهم هانتوما غادي تشوفوا الفيديو، كملوا الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا كل شيء. وكاين سيدي اكلة اخرى اللي سميتها القاضي وجماعته، وكاين البوليس واقف على الدربوز، واش هذه اكلة ولا مسرح الجريمة؟ العلم لله. وكاين سيدي تزطام الاغا، وكاين رزمه دعجوز، واخرى واكله اخرى اللي سميتها مومو في حجر امو. مومو في حجر امو. وكاين طاجين اخر اللي سميتو طاجين بكير في الخريبقه، وكاين اكله اخرى اللي سميتها مخ الشيخ، وغادي نكملوها بالاكله الاخيره اللي هي سكران طايح في الدروج. سكران طايح في الدروج. تسحر بهذا الاكله تصبح صايم ان شاء الله. اما الحلويات فعندهم بوسو لا تمسو، وقيلا تيقدموا الحلوى غير هكا، فهمتي؟ غير بوس غير الحلوى وما تمسهاش، العلم لله. وكاين كلني وشكرني، والحلوى الثالثه اللي هي كحلوش وقلبو بيض. المهم تفرجوا في الفيديو حتى الاخير، ولا ما كملكمش يمكن لكم تكملوه على قناتي اللي في اليوتيوب اللي هي اخويا فلوكس. فرجة ممتعة. ويبقى المطبخ الجزائري عابقا بمختلف الروائح الزكية والألوان البهية، كما أنه تراث عريق ضارب في عمق التاريخ. القاضي وجماعته، البوليس واقف على الدربوز، تابكري هادو كامل كنت تي مونجي دافون. حكم طبق تقليدي قسنطيني جزائري محض 100%، اللي هو الحسو، ماشي حسو، الحسو. اني خايف برك يجي واحد الجاره يقول لك يا ودي البقلاوه تاعي راهم داروها، عرفتك الجار هذا؟ راني درت حرب معاه في اليونسكو. لازم نعاونوك مدام. صح، لازم. طاحوا في نهار مليح اليوم، بصح عندنا رانا تفاهمت معاكم باللي نعملوا وجبات خاصة برمضان. عندنا الحريرة، هاي 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 هاي، عندنا طبعا التوابل، وهنايا الخصوصية تاع طاجين حوت مغربي يختلف طبعا على شريبة حوت من تونس. في التوابل خصوصية شريبة الحوت كانت فيها الكمون، طبعا راح نرقدوا الحوت في شرمولة، هذيك الماء مغربية. هاي 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 هاي. يا شوفي بنت المسل تاع الخرى، تعرف تهضر؟ مربوع. أشهر صيادي الجربوع أو ما يعرف محليا بالجرودة يتمتع بخبرة كبيرة، فهو يتتبع أثرها. عندهم تعالب وديوبة، بصح الجربوع كاين غير في الجيري. خرجات صيد الجربوع تتناسب وتحضير خبزة الملة أين لا يستغنى عنهما، فالسكان يحرصون على تناولها خاصة لمرضى السكري وفقر الدم وأمراض أخرى. مزيان، هاني أنماري أنهاني. غني هو المطبخ الجزائري بأطباقه وحلوياته الكثيرة والمتعددة، ولبعض تلك الأطباق تسميات غريبة وأخرى طريفة على غرار القاضي وجماعته تصدام لاغا ومم في حجر مو. السلام عليكم، مع وصفات أميدي إن شاء الله راح نديرو حلوة جافة طلبتوها بزاف مني، حلوة سهلة اللي هي كحلوش وقلبو بيض. داكشي بيزار ديكولاس.